محمد نبدا بقى من الاخر زي ما بيقولوا، تجربه نادي زد والاداء اللي مقدمينه في الموسم، يمكن فريق رغم ان هو المفترض ان هو لسه صاعد اول موسم ليه، لكن الاداء والنتائج اداء مختلف ونتائج مميزه لنادي زد في الدوري الموسم ده. لا الحقيقه مصر زي ما انت بتتكلم الحمد لله السنه دي يمكن لغايه دلوقتي احنا ماشيين بخطه ثابته جدا، مجلس الاداره والجهاز الفني عاملين تيم واعد جدا وتيم كويس جدا، وشاهدت الناس كلها الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس جدا، في مجموعه شباب كتيره ان شاء الله في المستقبل يقدروا يفيدوا الكره المصريه ويفيدوا النادي، وتجربه مميزه جدا، والحمد لله الامور لغايه دلوقتي ماشيه بشكل كويس جدا وماشيه احسن كمان ما احنا ما كنا متوقعين وما كنا مخططين، ويا رب ان شاء الله الامور تفضل مكمله على خير كده باذن الله. كنت متوقع ان المنظومه او نادي زد هيكون في الخطوات الناجحه دي وان هو بعد سنه يقدر يوصل دوري ممتاز وتقدمه الاداء ده؟ بص يا مصر الحقيقه الخطوه كانت زي ما انت بتتكلم كان فيها مخاطره كبيره، ما انا طول عمري من ساعه ما بدات وانا بلعب في الدوري الممتاز، فعشان ترجع تلعب في دوري الدرجه الثانيه الموضوع اكيد خد مني تفكير كبير، بس الحقيقه نادي زد الناس في الاداره كلموني والكابتن وليد صلاح الدين والكابتن مجدي كلموني وقالوا لي ان هم عاملين حاجه كويسه وعاملين مشروع كبير للنادي، والنادي يعني ان شاء الله نحاول نطلع السنه اللي جايه الدوري الممتاز الامور هتبقى مختلفه تماما. اقنعوني الحقيقه بحاجات كتيره ومميزات كتيره موجوده جوه النادي، استشرت ناس كتير في الخطوه دي، وانا الموضوع كان بالنسبه لي زي ما انت بتتكلم الموضوع كان صعب، بس بعد استخاره ربنا طبعا واستخرت اهلي وزمايلي وناس كتيره فهم كلهم كانوا بيدوني دوافع ان انا اخد الخطوه دي، كانوا شايفين ان هي خطوه هتبقى مميزه، والحمد لله في الاخر خطوه يعني الحمد لله اتكللت بالنجاح في ان احنا قدرنا نحط نادي زد مع الكبار في الدوري الممتاز، فالحمد لله يعني كان ريسك زي ما انت بتتكلم، بس في الاول وفي الاخر انا بحب التحديات وكان بالنسبه لي تحدي كبير، والناس كانوا حاطين عليا عيب كبير وكانوا حاطين عليا اهداف كبيره ان انا اقدر اساعد المجموعه في ان النادي زد يبقى موجود في الدوري الممتاز، والحمد لله يعني. بصراحه توقعت البدايه دي في الدوري الموسم ده، يمكن احنا خلاص وصلنا اسبوع 24 وزد ما بين المركز الاول يمكن ما بيبعدش عن الرابع. تمام. توقعت البدايه دي وتوقعت ان النتائج دي في الدوري الموسم ده؟ بص بالنسبه لان النادي عامله ان هم مش مقصرين في اي حاجه وعلى طول كل الحاجات اللي احنا كلاعيبه بنطلبها والجهاز الفني بيطلبها موجوده، وطبعا اكيد لو احنا بنتوقع ان احنا نبقى موجودين في المكان ده دلوقتي اكيد هنبقى ما بنقول كلام مش صح، احنا كنا عارفين ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه، كان هدفنا في اول سنه ان احنا نقدر الناس تحترمنا في مصر وتبدا الناس تعرف نادي زد واسم نادي زد يبدا يتقال والناس تبدا تشوف الفرقه وتبدا تتكلم عليها بشكل كويس، وكان هدفنا ان احنا في اول سنه نقعد في الدوري بشكل مريح ونقدر بعد كده نبني على السنه الاولى، بس طبعا انت عارف الكوره دايما الطموح بيختلف وبيزيد مع الوقت، فالبدايه اللي احنا بداناها كويس، احنا اتكلمنا مع بعض الاداره مش حاطه علينا خالص اي ضغوطات، احنا كلعيبه وكجهاز فني قافلين على نفسنا وبنتكلم ان احنا ليه لا يبقى اول سنه لينا ان احنا ندخل مربع ذهبي، اكيد هتبقى حاجه مميزه لينا كلنا وهنكتب تاريخ كويس لينا وللنادي في ان اول سنه ليك ان انت تبقى موجود في المربع الذهبي، فده طموح مشروع لينا طبعا، البدايه الكويسه هي اللي مساعدانا ان احنا نفكر التفكير ده، فيا رب في الاخر الامور تمشي كويس. دايما البدايات بتبقى اصعب حاجه دايما، ودي الخبرات اللي الواحد بيكتسبها وبنتكلم فيها مع اللعيبه اللي موجوده ان دايما البدايه هي اللي بتديك الدفعه، البدايه بتدي اللعيبه ثقه وبتدي الجهاز الفني ثقه في اللعيبه وبتدي للاداره نفسها بيبقى عندها ثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه، فدايما البدايات بتفرق جدا معاك في المشوار، فاحنا كان كل كلامنا في اول السنه ان احنا لازم نبدا كويس لو عايزين نعمل حاجه كويسه لينا، والحمد لله البدايه كانت موفقه جدا لينا وقدرنا نعمل نتائج مميزه جدا، ومع كل ماتش بماتش بدات اللعيبه تاخد ثقه في نفسها وثقه في اللعيبه الزمايله اللي حواليها والجهاز الفني، فالموضوع لا فرق طبعا بشكل كبير، البدايه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، بدانا بشكل كويس، وعشان كده لما قلت لك ان احنا ان شاء الله هنكمل عشان انا عارف ان اول ما بتبدا كويس وتبدا الثقه تدخل جوه المجموعه وتبدا الثقه تدخل للاداره وللجهاز الفني تبدا كل النجاحات تبان، وده الحمد لله حاصل يعني. طبعا اكيد كان لينا دور كبير، احنا دورنا بره الملعب مهم جدا وجوه اوضه اللبس مهم جدا، واحنا عارفين كلاعيبه كبار موجوده في الفرقه عارفين ادوارنا بشكل كويس، اتكلمنا طبعا مع اللعيبه ان احنا لازم نعمل حاجه كويسه لينا وحاجه كويسه للنادي، وفي لعيبه كتيره شباب جوه النادي لازم يبقى عندهم طموح ان هم
يحترفوا بره مصر، ونادي زد يقدر يساعدهم على الخطوه دي بشكل كبير. لازم يعملوا حاجه كويسه ليهم. دلوقتي الامور بقت سهله في ان انت تقدر دلوقتي تروح منتخب مصر. الاول كان منتخب مصر مكسور على لعيبه الاهلي والزمالك، دلوقتي عادي الجهاز الفني، اي جهاز فني بيبقى موجود في منتخب مصر. اي لعيبه مميزه بقت بتروح. بس الفتره اللي فاتت كان في مدربين اجانب في منتخب مصر، فاللي كانوا بيشوفوه كويس كانوا بياخدوه. دلوقتي الكابتن حسام نفس الكلام، اعتقد ان الكابتن حسام اي حد هيحس ان هو هيفيد المنتخب هياخده. فاحنا كل كلامنا دايما مع اللعيبه ان لازم يبقى في طموح، ولازم يعني نعمل حاجه كويسه للنادي وتعمل حاجه كويسه لنفسك كلاعب، لان سنين الكره دايما قصيره جدا، وفي ثانيه الوقت بيجري وفي ثانيه العمر بيجري، وممكن تخلص وفي الاخر انت ما تبقاش عملت حاجه لا لنفسك ولا للنادي. فلا، هي فرصه كويسه جدا. التجميع اللي الجهاز الفني عاملها تجميع كويسه جدا، مش انت مش ضامن ان التجميع والتوليفه دي تحصل تاني. فلا، كان كلامنا على طول مع المجموعه بشكل كويس في النقط دي، وهم الحقيقه يعني استجابوا بشكل كبير. العقليه بتاعتهم كويسه جدا، وهم يعني عندهم امكانيات فنيه كويسه، محتاجين بس شويه حاجات يشتغلوا عليها. والحمد لله بدات اسماء كتيره صغيره في السن تظهر بشكل كويس السنه دي، وبدا يبقى عليهم العين، وده اللي احنا بنتكلم فيه من اول السنه. يعني كابتن مجدي طبعا والكابتن وليد اكيد ليهم ادوار كبيره معانا، ناس لعبت كوره، وده حاجه فارقه جدا في تعاملهم مع اللعيبه. في نفس الوقت ناس بيدوا على طول دوافع للعيبه، وبيتكلموا في الموضوع النفسي بشكل كبير مع اللعيبه. وهم لسه برضو ما بنتكلمش من فتره كبيره ان هم مبطلين من مده قريبه، فهم فاهمين شويه تفكير اللعيبه بتفكر ازاي. فلا، النجاح كله من المنظومه كلها، من بدايه من الاداره، مرورا طبعا بالجهاز. الناس عاملين حاله كويسه جدا. الاداره زي ما بقول لك ما بتحطش ضغوطات خالص علينا، حتى لو حصل تعثرات السنه دي، وكان بيبدا يطلع كلام على الكابتن مجدي، الاداره على طول كانت بتبقى في اول اجتماع معانا بيتكلموا ان الناس دي موجوده، الناس دي فعلا مشروع، مش مشروع اللي هو كلامه خلاص وكلام بنملى بيه فراغات، لا خالص. يعني هو فعلا الناس دي حاطه الكابتن مجدي والجهاز الفني في ان هم يبقى مشروع جوه النادي، يقدروا يعملوا حاجات كويسه للنادي ولنفسهم. طبعا اكيد ان انت تبقى اختياراتك الافريقيه في اخر الموسم اكيد هتبقى احسن بالنسبه للناس كلها. احنا عملنا الدور الاول بشكل كويس، بس طبعا جينا في اخر 7 ماتشات في الدور الاول يمكن فقدنا نقط كتير هي اللي ممكن فرقت معانا في الدور الاول في الترتيب، بجانب ان في فرق طبعا لسه كانت بتلعب لسه في ليها ماتشات في الدور الاول. فالموضوع ده طبعا اثر بشكل كبير. طبعا المشاركات الافريقيه لو اتاخدت في اخر السنه الموضوع هيبقى احسن بكتير، لان طبعا احنا قادرين ان احنا نكمل المشوار وقادرين نحافظ على الكيرف بتاعنا. فمن رؤيتنا احنا شايفين ان لو اتاخد في اخر السنه الموضوع بالنسبه لنا احنا يفرق كبير. طبعا الدوري صعب جدا السنه دي، المنافسه قريبه جدا ما بين الناس كلها، الفرق كلها، في فرق كتيره شبه بعض، ما تبقاش عارف دلوقتي مين هيكسب مين. فلا، الموضوع صعب. طبعا احنا كل زي ما احنا بنتكلم، كل هدفنا وطموحنا ان احنا ان شاء الله نبقى في المربع الذهبي السنه دي، حتى لو لا قدر الله في الاخر ربنا ما وفقناش ما نخرجش عن الستة الاوائل. ده طموح بالنسبه لنا احنا حاطينه، وزي ما بقول لك نقدر نبني عليه السنين اللي جايه. يعني نادي الزمالك اكيد نادي كبير طبعا وموجود في المنافسه، بس ممكن يبقى بعيد شويه. لو الاهلي كسب المؤجلات هيبقى فرق 8 نقط. نادي بيراميدز منافس شرس جدا للاهلي السنه دي، ومنافس ما لا يستهان به، بالذات ان هم قافلين على نفسهم واخدين كل ماتش بماتش وعاملين سلسله انتصارات ورا بعض ما حصلتش قبل كده. فلا طبعا اكيد النادي الاهلي عامل حساب كبير لبيراميدز السنه دي. لسه النادي الاهلي فاضل له على ماتشات بيراميدز تقريبا 6 مؤجلات. طبعا اكيد هيبقى محطوط تحت ضغط ان هو محتاج يكسب الماتشات دي عشان يعدي بيراميدز، وهيعديه بنقطه. فلا، الدوري في الملعب بشكل كبير طبعا. ممكن السنه دي نشوف مفاجاه. يعني مفيش لعيب ما بيلعبش وما بيبقاش زعلان. اكيد طبعا لازم بتبقى متضايق، بس انا راجل كابتن فرقه، انا عارف حجم المسؤوليه اللي محطوطه عليا، وعارف دوري بشكل كبير جوه النادي، واكيد طبعا بتضايق ان انا ما بلعبش. بس في نفس الوقت انا طبعا في ظهر زمايلي وفي ظهر الجهاز، وانا زي ما بتكلم معاك انا دوري كابتن الفرقه دوري اكبر بكتير من ان انا ابقى موجود جوه الملعب او بره الملعب. اكيد ان انا ابقى موجود جوه الملعب واساعد الفرقه دي حاجه بتفرق معايا جدا، وبحس ان انا عندي حاجات ممكن اساعد بيها زمايلي. بس لو الكابتن مجدي بيبقى شايف في ماتشات ان انا ما يبقاش ليا دور، الموضوع بالنسبه لي عادي جدا ومفيش اي مشكله. زي ما بقول لك انا عارف دوري كويس جدا، والناس بتتكلم معايا بكل احترام، والناس عارفين دوري وعارفين انا بعمل ايه، وانا في نفس الوقت ما بتعداش حدودي خالص، وعارف ازاي ان انا كابتن الفريق وعليا متطلبات كتير وعليا مسؤوليه كبيره. فلا يعني انا شايف ان مشاركاتي السنه دي لغايه النهارده، احنا بنتكلم لعبنا في الدوري 23 ماتش، ولعبنا 3 رابطه، ولعبنا ماتش في الكاس، يعني بنتكلم في 27 ماتش. انا تقريبا لعب 20 ماتش في 27، فده معدل كويس جدا بالنسبه لي السنه دي.
فطبعا لسه فاضل لنا ماتشات ان شاء الله ابقى موجود واساعد زمايلي باذن الله. وزي ما بقول لك هو في الاول وفي الاخر بيبقى قرار الكابتن مجدي اللي شايفه هو بيعمله يعني. لا طبعا زي ما انت بتتكلم اسماعيل والعش خامات كويسه جدا، ومن اول السنه انا بتكلم معاهم على طول وبديهم يعني حاجات ممكن تفيدهم بحكم خبراتي، وهم الحقيقه شخصيات كويسه جدا وعندهم كمان امكانيات كبيره وبيسمعوا الكلام وعايزين يتطوروا وشخصيات كويسة وعقليتهم كويسة. الفترة الأخيرة يمكن ممكن يكون زاد الكلام شوية على موضوع الأهلي والزمالك بالنسبة للاثنين، فأنا اتكلمت معهم إن الموضوع ما ياخدش منهم خالص بأي شكل مش من الأشكال، لأن هو لو خد منهم هيأثر على مستواهم. وهم اتكلموا معايا قالوا لي لا خالص، هم الموضوع بالنسبة لهم الموضوع كده كده لو في حاجة هتبقى عن طريق النادي، وهم مش شغلين بالهم خالص، هم أهم حاجة عندهم إن هم يساعدوا الفريق. وهم الحقيقة في تطور كبير، وأنا شايف إن هم الفترة اللي جاية يقدروا يفيدوا لو ليهم نصيب يعني يطلعوا للاهلي والزمالك، وانا شايف ان هم يفيدوا منتخب مصر بشكل كبير. كابتن حسام مدرب كبير وشخصيه طبعا كويسه جدا، انا اتمرنت معاه الحقيقه في الاتحاد سنه كامله ومن احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم، عنده امكانيات كبيره كويسه يقدر يفيد بيها منتخب مصر. انت دلوقتي عندك ميزه كبيره ان الكابتن حسام الشرق المصري كله عايزه، احنا الفتره اللي فاتت كنا بنفتقد الموضوع ده في المدربين الاجانب وكان بيبقى عليهم ضغط كبير، ومع اي اخفاق كان الشارع المصري بي 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 بيقدم ان هم مش راضيين، فتبدا الناس تشوف ان هم الجهاز الفني يمشي. اكيد ميزه كبيره ان انت، لان انت اغلب نجاحاتك كانت مع اجهزه فنيه مصريه، فالكابتن حسام قادر ان هو يضيف للمنتخب كتير وبامكانياته الفنيه وبالروح والحماس اللي عنده. انا بس اللي بتمناه ان احنا يبقى عندنا استقرار، لازم يبقى عندنا استقرار جوه منتخب مصر ايا كان الراجل اللي ماسك مين. ما ينفعش نجيب حد ونقول ده مشروع ونقعد نعمل من البحر طحينه ونقعد نسرح بالناس ونقول يا جماعه الراجل ده هيقعد 3 4 سنين ويبدا الراجل يجي يشتغل، ومع اول اخفاق بعد شهرين ثلاثه ايا كان الاخفاق ايه يتاخد كبش في ده ويبدا يمشي، ونبدا نعيد الموضوع تاني من ما بنبداش بقى من الصفر، احنا بنبدا من تحت الصفر. فانا بتمنى استمرار الكابتن حسام. خلاص الكابتن حسام دلوقتي موجود، حتى لو حصل اي مشاكل الفتره اللي جايه طبيعي جدا الكابتن حسام لسه محتاج ياخد وقت على ما الناس تعرف افكاره وهو يقدر يوصل للتوليفه وللعيبه اللي تقدر تساعده جوه منتخب مصر. مش في يوم وليله هيحصل التطور، محتاجين بس نصبر ويبقى في دعم للكابتن حسام وللجهاز اللي موجود، وانا شايف ان هم يقدروا يعملوا حاجه كويسه يعني. صلاح نجم كبير وصلاح عمل حاجات كثيره لمنتخب مصر، حتى لو جه عليه اوقات كثيره الناس يبقى نفسها ان صلاح يقدر يساعد المنتخب بشكل كبير، بس عادي ده طبيعي. انتقده فنيا لانه في الاول وفي الاخر لعيب كوره، بس في الاول وفي الاخر ما تنساش اللي هو عمله، هو عمل كتير لمنتخب مصر والراجل بيحب مصر فعلا وبيحب منتخب مصر، وفي اي وقت بيبقى موجود وفي اي وقت عايز يساعد منتخب مصر. فاحنا جينا عليه كتير بشكل كبير، والراجل زي ما بقول لك هو ساعد المنتخب اوقات كتيره، هو فاضل له كام جول ويعدي الكابتن حسام يبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر. ما نقدرش نقول ان صلاح ما عملش حاجه لمنتخب مصر، ممكن تقول زي ما قلت لك ان كنا بنتمنى يبقى عنده حاجات اكتر يساعد بيها منتخب مصر، بس برضه هو في الاول وفي الاخر محكوم بفرقه موجوده كواليتي لعيبه، هو يعني ما كانش محظوظ ان هو يطلع في جيل ممكن يبقى مش احسن حاجه، دي برضه نقطه ممكن تبقى غايبه عن الناس. بس طبعا لا صلاح نجم كبير يعني. عشت اللحظات ازاي وخاصه ماتش الترجي الدنيا كانت صعبه شويه في اخر مباراه؟ طبعا في الاخر اخر ربع ساعه كانت الامور صعبه، وكان كل القلق ان الترجي يجيب جول، كانت الامور هتتصعب جدا، بس الواحد كان عنده ثقه كبيره في اللعيبه. المباراه ما كانتش سهله، بس النادي الاهلي يمكن الفتره الاخيره عودنا شويه ان بطوله افريقيا خلاص بقت يعني حتى الفرحه ما بقتش زي الاول. اخر 5 سنين النادي الاهلي واخد 4 بطولات، ف يعني هو بصراحه الفتره الاخيره الجيل ده عودنا ان احنا بطوله افريقيا بالنسبه لنا بقت الامور عاديه يعني. سعيد ان الاهلي والزمالك ابطال افريقيا حاجه طبعًا. تحسب للكره المصريه بصفه عامه. طبعا انا مبسوط جدا طبعا، نادي الزمالك نادي كبير، وانا بصراحه يعني جماهير نادي الزمالك والناس كلها بتستحمل حاجات كتيره، وهم عندهم مشاكل كتيره وغير كل المشاكل دي بيحاربوا عشان يساعدوا الجماهير بتاعتهم، فكانت بطوله مهمه جدا بالنسبه لهم. ان طبعا مبروك لنادي الزمالك ان هو ياخد بطوله الكونفدراليه، بطوله مهمه جدا وجايه لهم في توقيت كويس. النادي الاهلي يكسب بطوله افريقيا، طبعا ان انت يبقوا الاثنين مسيطرين على افريقيا دي حاجه كويسه تضيف للكره المصريه وتعلم الكره المصريه، بالذات كمان في سوبر لسه افريقي مصري، اكيد ده هيفرق معانا برده في سمعتنا. لاعب شايفه الافضل في مصر ويستحق اي فلوس؟ امام عاشور. قولا واحدا امام عاشور احسن لعيب في مصر، عنده امكانيات هايله وامكانيات كبيره وما شاء الله يعني ربنا يبعد عنه الاصابات، وهو حاجه كويسه جدا وهيقدر يفيد النادي الاهلي سنين كبيره يعني. الفريق الابرز من وجهه نظرك في مصر في الفتره الاخيره؟ لا النادي الاهلي طبعا اكيد احسن فريق في مصر، عنده سكواد لعيبه كتير كويسه في كل الاماكن، وعنده يعني تنوع كتير في اللعيبه،
وطبعا ونادي الزمالك ونادي بيراميدز اكيد عندهم فرقه كويسه، واحنا عاملين فرقه كويسه جدا، وسيراميكا عنده فرقه كويسه. يعني لا، في كذا فرقه عاملين فرقه كويسه وحاجه محترمه. يعني ان انت تبقى من ولاد النادي الاهلي وتطلع بره النادي وتكمل المسيره الطويله دي، الموضوع خلي بالك مش سهل خالص. في لعيبه كتير خرجت بره النادي الاهلي وما قدرتش تكمل الكارير بتاعها، فان انت في سنه من السنين يرجع النادي الاهلي يبقى عايز يرجعك تاني، وان انت يبقى كل تفكيرك ان انت ترجع النادي الاهلي وتبطل جوه النادي اللي انت طلعت منه، اكيد كانت هتبقى احسن حاجه بالنسبه لي واحسن سيناريو ممكن يحصل. بس في الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل، الامور ما مشيتش زي ما الواحد بيتمنى. بس هو في الاول وفي الاخر النادي الاهلي بيتي، يعني اكيد هرجع في اي وقت، حتى لو دلوقتي حتى لو بعد كذا سنه، هم في الاول وفي الاخر اي وقت هيحتاجوني هبقى موجود. والنادي الاهلي دايما هو يعني الحياه بالنسبه لنا. ان احنا ناخد كاس او كاس رابطه او المسابقات القصيره دي، الموضوع مش صعب، الموضوع محتاج شويه تعب ومحتاج شويه مجهود وشويه شغل ان احنا نقدر ناخد بطوله ممكن تبقى مصغره. عشان تاخد دوري اكيد الموضوع مش سهل خالص، انت محتاج حاجات كتيره عشان تقدر توصل ان انت تنافس اهلي وزمالك وحجم الشعبيه اللي موجود فيها الاهلي والزمالك، وان هم ناس ما بتشبعش بطولات، فعشان تقدر تنافسهم ان انت تاخد دوري الموضوع مش سهل خالص. احنا شايفين نادي بيراميدز بقاله يمكن 4 5 سنين عايز ياخد بطوله الدوري، وعنده لعيبه كتير كويسه ويقدر في اي سنه ينافس وياخد الدوري، ولغايه دلوقتي مش قادر ياخد الدوري. فالموضوع لا، الموضوع مش سهل خالص. اكيد هيجي وقت ونادي زد هينافس الاهلي والزمالك في سنين من في السنين اللي جايه ان شاء الله يقدروا ينافسوا الاهلي والزمالك على بطوله الدوري. اتمنى ان يجي وقت ان شاء الله نشوف بطل مختلف غير الاهلي والزمالك للدوري. يعني ممكن تبقى ما فيش فروق كبيره، ممكن يبقى النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز يعني عندهم برضو بحكم الاهلي والزمالك ان هم انديه كبيره وانديه شعبيه، فاللعيبه على طول محطوطه تحت ضغط ان هي لازم تكسب. طبعا ممكن يبقى في شويه فروقات، بس الفروقات مش بعيده قوي ما بين اللعيبه وبعض. زي ما قلت لك من شويه، اي حد دلوقتي بيكسب اي حد. احنا اول سنه لينا وبنلعب نادي الزمالك في استاد القاهره قدام الجمهور بتاعه وبنكسب نادي الزمالك، نادي بيراميدز بنتعادل معاه وعاملين ماتش كبير، النادي الاهلي لغايه اخر ثانيه احنا متعادلين وفي الاخر خسرنا. فلا دلوقتي في الوقت ده ممكن اي حد يكسب اي حد. الفروقات في فروقات، ما ينفعش نقول ما فيش فروقات خالص، بس الفروقات مش اللي هي زي زمان اللي هو النادي الاهلي بينزل يكسب اي حد، واللي بينزل قدام نادي الزمالك خسران كده خسران خلاص. الموضوع ده مبقاش موجود زي الاول. يعني السن بقى مجرد رقم للاعيب الكوره، والعطاء في الملعب هو اللي بيديله الاستمراريه او لا. طبعا طبعا، ده طول الوقت. احنا هنا ممكن بنبص دايما للاعيبه اللي عدت ال 30 سنه، بيبدا بقى ان لا خلاص ليه. انت دلوقتي عندك، احنا لغايه من سنه بنقول عبد الله السيد احسن لعيب في مصر، كل سنه بنقول عبد الله السيد احسن لعيب في مصر، وهو اكبر لعيب في مصر. شيكابالا نفس الكلام، اكبر لعيب في مصر والناس بتقول عليه احسن لعيب في مصر. فلا، كل اللعيبه الكبيره دلوقتي بقت عمله نادره خلي بالك، واللعيبه الكبيره مع الوقت بينضجوا بشكل كبير ويقدروا يفيدوا الفرقه بشكل كبير، وبيبقى عندهم امكانيات كبيره. طول ما انت قادر وطول ما انت بتعمل المطلوب منك، لا تقدر تكمل لغايه ابعد الحدود. اهم حاجه انت تبقى قادر والناس شايفه ان انت قادر، غير كده الموضوع في السن ده بيبقى في البطاقه. يعني ده في البطاقه نحطه على جنب، لان في لعيبه كتير صغيره ما بتقدرش اصلا تجري وبتتصاب طول الوقت ومش مخليه بالها من نفسها وما يقدرش يفيد النادي، والنادي بيديله فلوس وفي الاخر تكتشف ان انت ما استفدتش منه بحاجه. فلا، في لعيبه كبيره كتيره موجوده في الدوري، انا شايف ان هم مميزين وعاملين فروقات كبيره جدا مع انديتهم. يعني لا والله، رسائل كتير، يعني في رسائل كتير، في ناس كتيره تعبانه معايا جدا في حياتي. طبعا زوجتي يعني مش قادر اقول لك حجم التعب اللي هي بتمر بيه معايا ومع اولادي، ووالدي ووالدتي طبعا اكيد لهم دور كبير، ولادي. فلا، الناس دي اكتر ناس بيتعبوا معايا جدا، واخواتي طبعا، وليا اصحاب كتير من جوه المجال على طول احنا مع بعض وعلى طول بنتكلم مع بعض وبرضه بستشيرهم في كل حاجه. فلا يعني انا بحابب اشكر كل الناس القريبه مني الفتره الاخيره، بالذات السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا بالنسبه لي من اول السنه لغايه اخر السنه، فالناس دي وقفت جنبي وبشكرهم جدا. طبعا زي ما بقول لك، الناس دي كلها ليها دور معايا، واكيد انت طول ما انت بتنجح وطول ما انت شغال والامور ماشيه معاك بشكل كويس، النجاح ده ما بيبقاش ليك انت لوحدك، اكيد كل الناس اللي حواليك مساعدينك. يعني اخيرا، تتمنى تحقق ايه في تجربتك مع زد او في حياتك اللي جايه؟ بتمنى طبعا ان شاء الله لغايه يعني ان شاء الله ما ابدا استقر ان انا ما اكملش في الكوره، ان انا اقدر اساعد النادي بشكل كبير. طبعا لو قدرنا ناخد بطوله
مع النادي هتبقى حاجه اقدر افنش بيها الكارير بتاعي بشكل كويس جدا. نادي زد الحقيقه اتولد كبير وناس محترمه جدا وناس يستاهلوا فعلا ان هم ياخدوا حاجه تكلل التعب بتاعهم ده. بتمنى طبعا التوفيق لنادي زد الفتره اللي جايه، السنين اللي جايه هيبقى ليهم شان كبير، انا شايف هيبقى ليهم شان كبير جوه الرياضه في مصر، وان شاء الله بتمنى التوفيق زي ما قلت لك لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. محمد بشكرك، شرفتنا ونورتنا في رقم 10، وبتمنى لك التوفيق، ربنا يخليك في حياتك كلاعب في نادي زد، وان شاء الله في مستقبلك اللي جاي ان شاء الله.